في مرة غضب ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل فأماتهم عن بقرة أبيهم. قيل إن عددهم في الوقت ده كان ما بين 8 إلى 40 ألف بني آدم، وعد عليهم سنين كتيرة معرفش عددها غير ربنا سبحانه وتعالى. وفي مرة عد عليهم رجل صالح، وقيل في بعض روايات إنه نبي، فشاف منظر الجثث ففضل يعيط ودعا ربنا سبحانه وتعالى إن هو يحييهم عشان يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. وبالفعل ربنا استجاب لدعوة وأحيا بني إسرائيل. ولكن الغريب إن هو لما ربنا سبحانه وتعالى أحياهم فبدل إن هم يعبدوه، لا ده ازدادوا كفرا وطغيانا وعصيانا لربنا سبحانه وتعالى. من هو النبي أو الرجل الصالح؟ حسقيل بن بوذي. وفين موضع القصة دي في القرآن الكريم؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصة نبي من الحكاية بالمصر. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قصة نبي من الحكاية بالمصري. اللي ما يعرفنيش انا احمد ربيع، انا بنقدم كل ما هو يخص التاريخ المصري العربي الاسلامي والقبطي وكل ما هو يخص التاريخ المصري. بنتكلم عن بلاد واحداث وحروب وشخصيات ومعارك ومواقف ما سمعتش عنها هتعرفها هنا وبس. اهلا بيكم في الحكاية بالمصري. اكتر حاجة اشتهر بيها بني اسرائيل هو عصيان ربنا سبحانه وتعالى، وتحديدا بعد كرم ربنا سبحانه وتعالى ليهم، زي قصة النهاردة. قرية من قرى بني اسرائيل في مرة من المرات ضربها المرض، وقيل ان هو كان مرض الطاعون، فقعد كبارات القرية وقرروا الهجرة. ولكن الهجرة دي كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الهجرة اللي هما يخرجوا من المدينة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد. قال للرسول فيما معنى الحديث ان انت لو في مكان وتفشى فيه مرض اوعى تغادر المكان عشان ما تنقلش الفيروس او ما تنقلش المرض للمكان الجديد اللي انت هتروحه. انت ممكن تكون مصاب اصلا وانت مش عارف. ولو انت سمعت عن قرية او مكان تفشى فيها مرض زي مرض كورونا او الطاعون او الحاجات زي كده، اوعى تدخل المكان ده لغاية لما اهل المكان يتشافوا ويتعافوا تماما. المهم قعدوا حكماء القرية قرية بني اسرائيل وقرروا ان هم هيهاجروا. قبل ما المرض يضرب القرية دي هم كانوا بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. لما تفشى فيهم المرض قيل ان كان عددهم زي ما قلنا في المقدمة من 8 الى 40 ألف بني آدم. لما بدأت الرحلة فضلوا ماشيين لمسافة طويلة جدا لغاية لما وصلوا لوادي، وادي منحدر بين جبلين. وقيل في بعض الإسرائيليات إن هما سمعوا صوت ملك أعلى الوادي وصوت ملك تاني أسفل الوادي، والملكين قالوا في وقت واحد أن موتوا يا بني إسرائيل، فماتوا بني إسرائيل في طرفة عين، ما خدوش جزء من الثانية، وكانوا العدد اللي هو ما بين 8 إلى 40 ألف بني آدم كله ميت، رجالة ستات عواجيز وشيوخ وأطفال ورضع كله ميت، وكأن على رؤوسهم الطير وكأن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقهم. بيقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل ثم أحياهم. ثم في اللغة العربية بتفيد إن حصل حدث وبعديه فترة زمنية حصل حدث تاني، والفترة الزمنية دي في الغالب أو في الأعم بتكون فترة زمنية كبيرة أوي. هو ده اللي حصل بين فترة موت القوم دول في الوادي وبين لما عدى عليهم النبي اللي احنا نتكلم عنه أو الرجل الصالح ودعا ربنا إن هو يحييهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
الوادي اللي بني اسرائيل ماتوا فيه كان لا يمر فيه جنس بشري. اللي كان بيمر في الوادي ده من بشاعة منظر واللي موجود السباع البهائم هما اللي كانوا بيقدروا يعدوا من الوادي ده، لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى اذن لأول بشري يدخل الوادي ده بعد لما بني اسرائيل ماتوا، وقيل ان هو النبي حزقيل بن بوذي. والنبي حزقيل بن بوذي مذكور في التوراة بأسامي مختلف. النبي ده من الانبياء اللي جم لبني اسرائيل بعد وفاة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم. النبي حزقيل عدى على القرية دي او الوادي ده وشاف منظر الناس وهم ميتين، شاف هياكل او المتبقي من الهياكل البشرية، والهيكل العظم يعني خلاص اتحول لتراب فباقي اجزاء من العظم، فده يبين لك قد ايه الزمن الكتير اللي عدى عليهم. سيدنا حزقيل شاف المنظر ده ففضل يعيط، اللي هو قد ايه حس ان الموت صعب جدا. وهنا فضل النبي حزقيل يدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يا رب احييهم عشان يرجعوا يعبدوك ويذكروك ويسبحوا بحمدك. وربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء النبي حزقيل ولكن بصورة مختلفة شوية. في ملك تنزل من السماء وقال لسيدنا او النبي حزقيل: اتريد ان يحييهم الله لك؟ قال: نعم. قال: اذا قم وامر العظام باذن الله ان تكسى لحمك. قال: اذا قم وامر العظام التي بليت، يعني خلاص اتفتتت او ما بقيش اصلا في عظم، وامرهم ان هم يرجعوا زي ما كانوا باذن الله. وبالفعل نادى النبي حزقيل: ان يا عظام فلتكسوا كل عظام بما كان عليها باذن الله. وبالفعل اجتمعت العظام، اتكست لحم، وانت الدم بدا يجري فيها. انت متخيل انت قاعد بتشوف اعاده خلق البني ادم؟ هو مش بني ادم، هو من 8 الى 40 الف بني ادم. انت بتشوف اعاده خلق 40 الف بني ادم من لا شيء. العظام اللي كانت باليه وتحولت لتراب ترجع عظام تاني، وربنا سبحانه وتعالى بيكسيها لحم، وبعد كده الدم بيبدأ يجري فيها. انت بتشوف قبيلة كاملة او قوم كاملين 40 ألف بني آدم ربنا سبحانه وتعالى بيخلقهم من جديد، بيخلقهم من العدم. قامت القرية أو قام بني إسرائيل من الموت اللي استمر لسنين كتيرة كأنهم لسه صاحيين من النوم، وقاموا عراة، وكأن ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل للي هيحصل يوم القيامة. أنت شايف 40 ألف بني آدم من قرية بني إسرائيل، قوم بني إسرائيل قايمين عراة حفاة، نفس المشهد اللي هيحصل يوم القيامة. الغريب هنا في القصة إن ربنا سبحانه وتعالى اذن من فوق 7 سماوات ومن فوق العرش ان كل بني ادم يرجع اللبس اللي كان عليه وكأنه جديد. وده برضو ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل تاني، خلق الشيء من لا شيء، خلق الهدوم من العدم. وبدل ما بني اسرائيل يشكروا ربنا ويحمدوه على النعمة اللي هم فيها وان هو احياهم من اول وجديد، لا، كفروا وعصوا وطغوا وبغوا بذنوبهم في الارض، وكمان بدأوا يعبدوا الاصنام، ومش كده وبس، ده عملوا صنم سموه بعل وقعدوا يعبدوه. ومات النبي حزقيل، ولكن ما نعرفش او لم يتم ذكر الطريقة اللي مات بيها النبي ده. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ارسل لبني اسرائيل الاف الانبياء والمرسلين ان هم يتعظوا ولا حياة لمن تنادي. ولكن تفضل مقولة الامام الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا عندما خرج من المدينة المنورة خائفا يترقب، وكان يردد دعاء سيدنا موسى: اللهم نجني من القوم الظالمين. وقابل بالصدفة في طريقه عبد الله بن عمرو وقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تعلم أن من هوان الدنيا على الله قطع رأس النبي الشريف يحيى بن زكريا وإهدائها إلى بغية من بغايا بني إسرائيل؟ أما تعلم أن بني إسرائيل كان يقتلون الأنبياء ما بين طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، وإنهم قتلوا أكثر من 70 نبيا، ثم كانوا يجلسون في مجالسهم يبيعون ويشترون كأنهم لم يصنعوا شيء، فلم يجعل الله عليهم ولكن أمهلهم حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. دي كانت المقولة اللي قالها سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب عن بني إسرائيل، وبيتوضح لنا قد إيه بني إسرائيل كانوا بيقتلوا الأنبياء والرسل. محدش في بني إسرائيل اتعظ، والقصص اللي معروضة أو الإسرائيليات أو التاريخ عامة هو اللي بيقول كده بجانب القرآن الكريم اللي كان بيأكد إن بني إسرائيل لا بيصونوا العهد ولا وعد ولا عندهم أي شيء من المصداقية في الوعود والعهود. ولغاية هنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من سلسلة قصة نبي من الحكاية بالمصري. بفكركم ان الحكاية بالمصري مش هتكبر غير بيكم وبدعمكم،
فلو كنت بتتفرج على اليوتيوب بفكرك باللايك والشير وتعمل سبسكرايب وتكتب لنا في الكومنتات ايه رأيك في قصة النهاردة، وهل سمعتها قبل كده ولا لا، واكتب لنا ايه القصة او النبي اللي عايزنا نتكلم عنه. ولو انت بتتفرج على الفيسبوك برضو ما تنساش اللايك والشير وتكتب لنا في الكومنتات رأيك. كان معكم احمد ربيع من مكان ما من المحروسة، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.